أخبار اليوم. أولا أحب أن أنا أعيد على كل صحفية وكل صحفي في مصر، أقول لكم كل سنة طيبين ليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين ومرور 75 سنة على تأسيس النقابة، وده يوم مش هنحضر تاني علشان يعدي 75 سنة تاني. شرفت جدا جدا أن يكون ضمن أن يكون ضمن الدورة اللي فيها مجلس يمر بهذا الحدث. عملنا بداية الفعاليات احتفال بيوم كفاح الصحفيات، اخترنا أول فعالية تكريما للمرأة ودورها وإجلالا لنضالها اللي قامت بيه عبر سنوات وعقود طويلة فاتت، بداية من نهاية القرن 19 عند نشأة وتأسيس الصحافة النسائية في مصر. الكفاح والنضال اللي قامت بيه نماذج وسيدات، يعني احنا ما نقدرش نقول حتى ان احنا تلامذتهم، كنت اتمنى ان اتشرف ان انا كنت تلميذة من تلامذتهم، لكن للاسف التاريخ يعني ما ادناش ده، لكن جبنا تلامذتهم بقى النهارده في كفاح الصحفيات. استاذه فريده النقاش، استاذه شكر طويله، كان المفروض استاذه امينه شفيق تبقى موجوده لكن ظروفها ما مكنتهاش، وكان المفروض استاذه سناء البيسي تبقى موجوده لكن ظروفها الصحيه منعتها من الحضور. كان معانا ناس بتحتفل ايضا باليوم رغم ان هما مش صحفيات، لكن من الناس اللي بتهتم بشؤون المراه جدا جدا، زي استاذه راويه عبد الرحمن مؤسسه تنسيقيه نساء مصر، والاستاذه هبه عادل المحاميه ومؤسسه مبادره المحاميات المصريات. كان معانا الاستاذ ياسر عبد العزيز، كان معانا المطربه عزه بلبع، كان معانا المناضله نور الهدى زكي، والصحفيه الجميله اللي طول الوقت بتقول دايما الحق وبصدق رائع رائع جدا. كان معانا استاذ احمد رجائي وهو مثال للرجل المدافع عن حقوق الصحفيات. الحقيقه هذا الرجل العظيم الصحفي والكاتب بجريده الجمهوريه فنى نفسه في هذا المجلد موسوعة ملكات وأميرات في شارع الصحافة، جمع في المجلد ده تاريخ النساء اللي بتعمل في مجال الصحافة، ويبدو من الغلاف حتى ان هو جامع عن كل واحدة صورة، وجوه فيه كلام كتير عن ناس ربما ما سمعناش عنهم خالص، لان الانسان الذاكرة البشرية محدودة وبتنسى بسرعة، لكن التاريخ ما بينساش. استاذ احمد رجائي اخذ على عاتقه ان هو يؤرخ لذاكره النقابه عن الصحفيات، والعمل ده طلع في مجلدين، المجلد الاولاني طلع من مده والمجلد الثاني طلع مع الجيل الماسي، وده دي صورته. الكتاب العمل الثاني كان عن كفاح الصحفيات المصريات، هذا الكتاب عملناه بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر، هو اللي اصدره وتحمل نفق طباعته، وقمت بإعداده. الإعداد كان من ضمنه ان احنا نستكتب الناس، فاستكتبنا النماذج رائعة زي أستاذة فريدة نقاش، أستاذ أحمد رجائي، أستاذة أمينة شفيق، وأستاذ ياسر عبد العزيز، اتكلموا في الكتاب عن تجربهم وعن الضغوط والتحديات اللي بتواجه الصحفية بسبب نوعها الاجتماعي. عملنا في نهاية اليوم جلسة عصف ذهني ضمت حوالي 25 صحفي وصحفية من المهتمين بشأن المرأة كصحفية، ووصلنا لتوصيات عديدة أعتقد من المهم إن الناس تبقى عندها علم بيها. هذه التوصيات كان منها إن لابد من وجود كوتا في النقابة أو في العمل الصحفي بشكل عام للمرأة، عشان ما نجيش فجأة نلاقي إن مفيش حد بيترشح، لأن كان في عزوف في الفترة الأخيرة وفي الدورات الأخيرة عزوف للصحفيات عن فكرة الترشح للانتخابات، مش عارف الحقيقة ليه العزوف ده، لكن ما كانش مترشح غير عدد قليل، واللي نجح زي ما انتم شايفين كده هي امرأة واحدة اللي هي أنا، وده عشان نفس طويل شويه، ممكن لو كان نفسي قصير شويه او لو قست شويه عن كده ممكن ما اقدرش. احنا محتاجين الناس تحس بينا، محتاجين نقلل الضغوط، محتاجين نقلل الحروب،
التوصيات، مش عايزة أخرج برا الموضوع، التوصيات اللي وصلنا لها إن لابد من إن الصحفية تمتلك أدوات مهنية لتجنبها بعض الضغوطات التي قد تعوقها أثناء عملها الميداني، وده بيجي طبعا عن طريق التدريب. ودي كانت فكرة الأستاذة نور الهدى أثناء العصف الذهني. فكرة الكوتا هي جزء من الحل، وهي بنتكلم عن فكرة الكوتا كحصة مطلوبة لمجلس النقابة، واختلفوا عليها الناس في العصف الذهني. ناس قالت فكرة الكوتا مطلوبة، وناس رفضت فكرة الكوتا، وقالوا على الأقل ما تبقاش موجودة في المجالس المنتخبة، لكن على الأقل تبقى موجودة ضمن القيادات المؤسسية في مجالس الإدارات وفي قيادة المؤسسات. يعني ما يبقاش طول الوقت ما فيش ولا رئيس مجلس إدارة ولا رئيس مجلس إدارة في المؤسسات القومية رجل حتى الآن. يعني مش ممكن بعد كل التضحيات اللي المرأة بتقدمها بتلاقي نفسها مستبعدة من مناصب قيادية ومشكك في قدراتها. دي كانت التوصية، دي كانت من السيدة راوية عبد الرحمن. التدريب على خوض العمل النقابي والعمل الاجتماعي خاصة فيما يخص المرأة، والتحرر من الممارسات الاجتماعية البالية أيضا كان اقتراح، وتشكيل لجان داخلية بلوائح داخل العمل النقابي أيضا كان اقتراح، تكوين مرصد علمي لتسجيل ورصد الانتهاكات اللي بتواجه الصحفيات وتوصيفها. ده حاجة مهمة جدا، هي مش موجودة بالشكل العلمي في مصر، فيش غير مركز واحد بيعملها، مركز أكت، ومش بيعمل ده عن الصحفيات، هو بيعمل ده عن صورة المرأة عموما في الإعلام. يعني بيعمل العكس بشكل عام، لا هو بيعمل العكس، بيعمل بيوثق الإعلام ازاي بيتناول شكل المرأة، لكن ما بيوثقش ايه اللي بيواجه الصحفية المرأة بسبب كونها صحفية. احنا عايزين العكس هو اللي يتعمل، فاحنا عايزين مرصد علمي محترم يكون موجود وبيرصد كل الانتهاكات بتاع دي، سواء الانتهاكات دي انتهاكات تتعلق بجسدها، تحرش، استغلال، او انتهاكات تتعلق بممارسه العنف ضدها، سواء عنف لفظي او ترهيب او تهديد او يعني استغلال النفوذ، او انتهاك بسبب عدم ترقيها في المناصب القياديه للتشكيك في قدراتها، بمعنى ان الصحفيه اللي بتصلح لاعمال مكتبيه ما تصلحش للميدان، تصلح لعمل تحرير ما تصلحش لعمل التصوير، تصلح لان هي تكون موجوده في مؤسسات القوميه قاعده لغايه الساعه 2 وتمشي عشان تلحق بيتها، لكن ما تكونش موجوده في مؤسسات وتبيت في العمل وتبقى مسؤوله ومشرفه صفحات، وده بيبقى ناس قليله جدا وبيقولوا عنهم ان هم متفردين، ولما المراه تبقى تقول لك جباره، لا هي كل امراه تستطيع ان تكون جباره في موقعها، لكن الحقيقه ان الفوارق الفرديه ما بتكونش في ان هي تستطيع ده ولا لا، الفوارق الفرديه بتكون في ان هي تستطيع تحمل الضغوط اللي بسبب نوعها الاجتماعي ولا لا. لكن كلنا بنسهر وكلنا بنتعب، وكل الستات قادره ان هي تتحمل العمل والبيت والشغل وتربيه النشر، كل ده الستات بتقدر تعمله مع بعضه، لكن اللي بيفرق واحده عن الثانيه هو ان في واحده تقدر تستحمل الضغوط بسبب نوعها الاجتماعي كأنثى، وفي واحده ما تقدرش.